أبو مهدي من عسير يقول: ما حكم شرب الماء في وقت أذان الفجر في شهر رمضان المبارك؟ ليس العبرة بأذان الفجر، العبرة بطلوع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا كنت ما ترى الفجر عندك التوقيت، توقيت أم القرى تنظر فيه وتعمل به. نعم.